لا طبعا، ربنا يبارك في العدس، والله ده من اعظم الاكلات ايوه. طب العظيمه جدا. والبصاره، من والبصاره ايام الحضاره المصريه، بس كانت منتشره اكتر ايام الايوبيين. البصاره بنفس طريقتها كده. ما هو الفول ليه انواع كتيره في الاستخدام، احنا بس بنحصره اكتر في وقت وجبه الفطار. يعني الناس ممكن تشوف طريقه اسكندرانيه ليهم اسلوب في طهي الفول، في الصعيد طريقه، في القاهره طريقه. المطبخ القاهري هو المتنوع اكتر، لأنه واخد من كل سواء المحافظات من دي. المحافظات او من ثقافات المطابخ التانية، خصوصا الفرنسيه شويه، الايطاليه، في من الخليج، في من الشام، متنوع اكتر. يعني الست القاهريه عندها يعني افكار تنويع. كتير، صحيح، لكن الصعيديه او الفلاحه يعني بتبقى مرتبطه بحاجات معينه. حاجات اللي هي موجودة في بيئتها، في سوقها المحلي كمان. يعني إيطاليا سجلت البيتزا عشان هي مشهورة بالبيتزا. احنا بقى كمصر من كتر فعلا الحاجات اللي موجودة والخيرات اللي موجودة مش عارفين نسجل ايه ولا ايه ولا ايه. والله ينفع كتير. دولة تسجل يعني تقريبا تراث شوفي، البشرية انا كده؟ عن نفسي ان شاء الله الفتره اللي جايه بجمع معلومات، عشان انا نفسي اعمل ملف لليونسكو اوضح فيه الاكلات، خصوصا الاكلات اللي هي لسه مستمره، لان في اكلات اندثرت. يعني مثلا في اكله، بس دي نوع من انواع الحلويات، اسمها الزرده. دي كان المصريين بيعملوها وقت في الحضاره العصر المملوكي، وكانت بتتقدم في المناسبات الدينيه زي اول رجب، ليله 27 رجب، نص شعبان، في رمضان. الزرده دي هي اساسا اكله فارسيه، واحنا عرفناها في العصر المملوكي، عباره عن رز عليه عسل وزعفران. دي بس دي اندثرت، لكن ممكن نوثق الرز بلبن، لانه هو كان موجود برضو ايام المماليك، وكان من ضمن الاكلات والحلويات اللي بتتقدم مع اكله الزرده. فانا لما اجي اوثق بشو اوضح ان هي لسه مستمره لحد انتهت دلوقتي. الزردة وفضل الرز بلبن. ايوه. يعني رسائل جميلة جدا، بنقلك تحيات اصدقائنا على الفيسبوك. وطبعا السؤال هناكل ايه النهارده، استاذ صلاح الزيني هناكل ايه النهارده؟ بيقول دمياط شاركت طبعا في جامعه التراث اللامادي. طبعا الصياديه، الصياديه خطيره، وعندهم اكلات والمشبك على فكره، دي دمياطيه صميمه يعني. وبيقول ان شارك عدد من الاصدقاء في جامعه التراث اللامادي، ادباء يتذكر استاذ صلاح منهم استاذ سمير الفيل، استاذ حلمي ياسين، استاذ فكري داود، مع عدد كبير لا تسعفني الذاكره الان بذكرهم. وكان لهم جهد مشكور وطرائف جميله سجلوا بعضها في اعمالهم الادبيه. لكن اعتقد ان اهم حاجه في تراث المطبخ المصري وعند المراه المصريه سيبقى خالدا السؤال الشهير، هناكل ايه النهارده؟ والجواب اي حاجه. اي حاجه. يبقى السؤال الشهير والاجابه الاشهر. وتطلع اي حاجه دي مش عاجبه حد. بالظبط. يعني انت مهما اقترحتي لا 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 دي لا، امال قلت اي حاجه ليه؟ ايه اللي انت هتحبه دلوقتي؟ احنا لازم نخترع اكله اسمها اي حاجه. ليه؟ ارجوك انت اشتغلي عليها بقى. استاذ وليد جوده، صباح الحب والجمال، صباح الفل. علاقه الاكل بالشخصيه، نوعيه اكلك بتحدد شخصيتك. صحيح والله. عشان كده ما عشان كده بقول ناديه لكم ان بتقول الحضاره بتاعتنا، لما هو استاذ وليد يعرف انه الاكلات بتحدد شخصيه جدوده، هيعرفوا هما ليه بنوا الاهرامات وبنوا حضاره عظيمه زي كده، ان هما كانوا بياكلوا الاكل بيخليه صحي. عندهم ما عندهمش تخمه زينا، لكن احنا دلوقتي بناكل المحشي، ودي ثقافه جايه لنا من العصر العثماني، وانا مش شايفه ان هي يعني هي طبعا اكله حلوه ما انكرش، بس احنا بناكلها بطريقه غلط. بدل ما ناكل صباعين بناكل الحله. صباعين؟ ايه صباعين دول يا ناديه، انت بتتكلمي ايه؟ فده غلط. لكن المصري جدودنا كانوا بياكلوا الوجبه بتبقى فيها كل العناصر الغذائيه، فما بيحصلوش تخمه، المعده بتبقى مرتاحه في الهضم، بيقوم يبقى عنده نشاط. والا ما كانش قام بنى الاهرامات اللي الناس كلها مش عارفه اتبنت ازاي لحد دلوقتي يعني. صحيح. بيقول يا ريت بقى حلقه عن علاقه الموسيقى بالشخصيه، يعني بطل اكل بقى. حاضر حاضر حاضر. ما تدخلش انفك في حياتي الخاصه. طبعا ده هو بعت لنا بقى مقولات ويوستفندي. طبعا دي من الفواكه برضو المهمه، بس اليوستفندي دي دخلت ايام محمد علي باشا الله يرحمه، ما كانتش في الحضاره بتاعتنا. محمد علي دخل لنا بعض اليوسفي، يعني احنا ما عندناش برتقان ويوسفي، لا دخلها، والمانجا برضو،
دي دخلها محمد علي. بس اطعم مانجا ويوسفي او برتقان، لا برتقان ده موجود من الحضاره المصريه، لكن من الحضاره المصريه القديمه في برتقال. لكن المصري ده عرف اليوسفي او اليوستفندي من عصر محمد علي، وحكايته انه كان في باحث طبعا من ضمن الباحثين اللي ارسلهم محمد علي من مصر لاوروبا علشان يكملوا دراستهم، لما رجع اداله اقتراح فاكهه اسمها، كان عايز يسميها طسن على اسم ابن محمد علي لانه كان اتوفى هو صغير، فيعني عملها له كنوع من الدعم المعنوي، فقال له لا انت صاحب الفكره وانت اللي زرعتها فهنسميها يوسف بك. فبمرور الوقت بقى اسمها يوسفي، ودلوقتي بقينا ننطقها يوستفندي اللي هي يوسف افندي. ايوه اهو بعت لك بقى حاجه مصري استاذ وليد. البصل على فكرة البصل والفسيخ مهم جدا 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 في الحضارة المصرية بشكل غير طبيعي، والأكلات دي على فكرة كلها مصحية، يعني البصل والثوم والليمون دي من الحاجات المهمة جدا يعني عندنا في المطبخ المصري. طبعا الفسيخ دي حاجة مصرية صميمة لأنه المصري كان بيحب يملح. ما إيه المشاكل اللي بتتقال على الفسيخ والأكل المملح دلوقتي؟ هو يمكن تكون طريقتها دلوقتي ممكن تكون مش صحية أو على شكل في التخزين يعني. لكن على عكس جدودنا ما كانوش بيعملوا حاجة مش مدروسة وكان في امانه طبعا دي بترجع لامانه الصانع. أيوة عشان كده بنقول ان الحضاره المصريه قامت على العلم والخلق، صح، قيم حقيقي. بعت لنا بقى مقولات حلوه قوي، عندما تكون على حق لا احد يذكرك، وعندما تكون على خطا لا احد ينساك. ده حقيقي. وترد بقى وحاجات جميله. الترد دي والحاجات دي اوروبيه مش عربيه. احنا الحلوى عندنا ما كانتش الترت والحاجات دي. انا لاحظت في الحضاره المصريه الحلويات ما كانتش موجوده، عشان كده ما كانش فيه تخمه قوي يعني زي دلوقتي. فكره الحلاوه دي دخلت لينا متاخر، يعني البقلاوه دي من العصر العثماني. في الكنافه دي من ايام الامويين، بس يعني الحلويات زادت اكتر من ايام الفاطميين عشان الموائد الكبيره اللي كانت بتتعمل، واحتفالاتهم كانت كتير، وكانوا بيعملوا يعني على حسب الموسم اللي موجود سواء حاجات دينيه او حاجات قوميه. يعني احنا قريب على فكره هنحتفل بعيد غطاس سيدنا المسيح يوم 19 يناير. دي اهو دي بقى حاجه مرتبطه باكله الرؤاس. دي لما تتحط في قائمة التراث هنبين رمزيتها في العقيدة المسيحية ايه. ومعظم المصريين ما كانش كلهم بياكلوا القلقاس في اليوم ده بالتحديد، مسلم ومسيحي على فكرة يعني. احنا نسيج يعني نسيج واحد. وفي مثل كمان مرتبط بالأكلة اللي هو كانت جدودنا بيقولوا اللي ما كانش قلقاس يصبح جتة من غير رأس. يعني ده تحفيز على اكل القلقاس في مناسبتها. ايوه. فشوفي بقى ما نيجي نوثق حاجه زي كده حتى المثل يتكتب، ايه المشكله؟ في المصريين ارتبطوا. ده انا شفت صديقه بتشرح بتعمل قلقاس فعايزه اولادها يقولوا ايه ده ايه ده، لا 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 مش هناكل ايه ده، قالت لهم ده بطاطس واقعه في ملوخيه. لا هو القلقاس بس عشان متعب في تقطيعه، فمعظم السيدات لا بس دلوقتي هو معظم الناس بتبيعه متقطع يعني في ارجوكم ما تنسوش الخضروات الحلوه دي. على ما هي مناسبه حلوه جايه المفروض كلنا ناكل القلقاس بقى. بنقل